السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم في الأولين والآخرين وكل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Anatomy of the phrenic nerve. الفرينك نيرف ده يا جماعة نيرف بيطلع في النك من بلكسس اسمه سيرفايكال بلكسس، بيكون طالع من الانتيرور برايمري ماي اوف سي 3 4 و5 مينلي من سي 4. الفرينك نيرف ده وان ميكسد نيرف، موتور طبعا كلكم عارفين بيغذي مين، موتور بيغذي الدافرام، وسنسوري بيشيل سنسيشن من البريكارديوم والبرايتال بلورا. وطبعا انتوا خدتوا النيرف سبلاي اوف ذا بلورا وعارفين بيشيل سنسيشن من انهي بلورا، من الميديا استاينال بلورا والميديال بارت اوف ذا دايفراجماتيك بلورا. ميديال بارت اوف دايفراجماتيك، لان اللاترال بارت اوف دايفراجماتيك دي ناحيه الانتركوستال نيرفز وناحيه الانتركوستال نيرفز، يبقى على طول بتتغذى بالانتركوستال نيرفز البريفرال بارت او اللاترال بارت بتاعها، لكن السنترال بارت بتاعها ده اللي هو الميديال بارت دوان بيبقى ايه اوف دايفراجماتيك، بيتغذى بالفرينك. يا ترى ايه الكورس والريليشن بقى بتاعت الفرينك نيرف؟ الفرينك نيرف دوان بينزل من النك، بيكون معدي قدام مصر مشهورة قوي هنعرفها في النك مالناش دعوة بيها، وعايز بقى يخش اهو في الروت اوف ذا نك، عايز يخش السوركس. ففي الروت اوف ذا نك بقى وهو داخل السوركس هيعدي ورا مين؟ هو ده الفرينك نيرف، وده على فكرة اخوه الفيجاس، وده النيرف ده الارتري اللي عامل ارش في الروت اوف ذا نك اللي اسمه السبكليفيان ارتري، ده الفين بتاعه اللي اسمه السبكليفيان فين، بيقابل الفين اللي جاي بالطول ده اللي اسمه انترنال جاجولار فين. بيخش يا جماعة الفرينك نيرف في الروت اوف ذا نيك وداخل اهو على السوركس behind the beginning of internal jugular وسبكليفيان، اتحدوا هنا وانا عامل لك مين البراكيو سيفاليك فين، فهو بيخش behind the beginning of براكيو سيفاليك. ميديالي الفرينك نيرف بيكون سيباريتد من الفيجاس بالترانك ده اللي اسمه سايرو سيرفايكال ترانك، واحد من البرانشز المهمة جدا للسبكليفيان ارتري. السبكليفيان بيدي السايرو سيرفايكال ترانك ده اللي يفصل لك ميديالي الفرينك نيرف عن الفيجاس. زي ما انتم شايفين الفرينك نيرف وهو ماشي بقى في المنطقه دي وداخل اهو السوركس هيكون معدي على مين؟ معدي in front of the apex of the lung والسيرفايكال بلورا والممبرين اللي مغطيها اللي اسمه سوبرا بلورال ممبرين. يا ترى الفرينك نيرف في السوركس بقى هيكون ماشي ازاي؟ طبعا خد بالك في السوركس مشهور قوي وخدنا ان في السوركس دايما الفرينك نيرف بيكون ماشي مع ارتري مصاحب ليه، مش موجود هنا هون بس ارتري ماشي معاه بالظبط برانش من الاخ ده اللي هو الانترنال سوراسيك. الانترنال سوراسيك بينزل برانش يصاحب الفرينك نيرف في الكورس بتاعه في السوركس. الفيسل ده هو او الارتري ده اسمه بيريكارديو فرينك ارتري وماشي معاه الفين بتاعه على فكره. ففي النك الفرينك نيرف اكامبانينج البيريكارديو فرينك فيسلز في السوبيرور وبعد كمان في الميدل ميديا استاينا. طيب لو ده اهو الفرينك يا جماعه اليمين وده فرينك كده الشمال، اللاترال ريليشن بتاعتهم ايه؟ كل واحد فيهم اللاترال ريليشن بتاعته ال
corresponding بالورا and the lung. اليمين related لللنج اليمين والبلورا اليمين، والشمال laterally related للبلورا الشمال واللنج الشمال، ده lateral. طب ميديالي، ميديالي بقى والله حسب بتاع الناحية اليمين دوام ميديالي related لإيه؟ بيقال إن الرايت فرينك دوام بيكون related ميديالي ل الفينس سايد اوف ذا هارت، او الفينس سايد اوف ذا سيركيوليشن، او الفينس سايد اوف ذا ميديستاينم. امشي معايا بقى كده اهون، ميديالي هيكون الفرينك نيرف ده ريليتد لمين؟ للرايت براكيوسيفاليك اللي بيتحد اهو مع الليفت عشان يعمل لك مين؟ هيمشي بعد كده اهون ريليتد للسوبيرو فينا كيفا، ثم ريليتد للرايت اتريوم، ثم هيبقى ريليتد للانفيرو فينا كيفا. والرايت فرينك دون بيصاحب الانفيرو فينا كيفا في الخرم بتاعه في الديافرام، رايح يعدي في الانفيرو فينا كيفا الاوبننج عشان يوصل للديافرام. فهو براكيوسيفاليك، رايت براكيوسيفاليك سوبيرو فينا كيفا، الرايت اتريوم انفيرو فينا كيفا ديافرام، والانفيرو فينا كيفا الاوبننج. طب نيجي بقى بتاع الناحيه الشمال، بتاع الناحيه الشمال ده ليفت فرينك هيكون ريليتد ل الارتيريال سايد اوف ذا ميديا استاينم، ريليتد للارتيريال سايد اوف ذا ميديا استاينم اهو الفرينك نيرف اهو، هيكون ريليتد ميديا لمين؟ بيكون ماشي في الحفره دي، ماشي ريليتد للحفرة اللي ما بين الليفت سبكليفيان والليفت كومان كاروتيد، الجروف اللي ما بين السبكليفيان اهو، الجروف ما بين السبكليفيان والليفت كومان كاروتيد، وينزل يروح عامل كروسنج فروم بوستيرور تو انتيرور تو ذا ليفت فيجاس نيرف على الليفت سايد اوف the arch of the aorta. بعد كده هنعدي على الارش اوف ذا اورتا، ثم هيعدي على البريكارديوم، عدي على البريكارديوم اللي مغطي مين؟ الليفت فنتريكل. وصلنا الديافرام، هنا بقى الاختلاف الاساسي، الليفت فرينك بيخرم الديافرام خرم لوحده، معهوش حد يخرمه زي الناحية التانية بتاع الانفيرو فينا كيفا الاوبننج ده، لا الخرم اللي على الشمال ديا خرم وحيد فريد. فينا اهو رسمة جميلة قوي اهو، ده الليفت فرينك وبيكون ماشي في الحفرة هي اللي ما بين الليفت سبكليفيان والليفت كومان كاروتيد، وبعدين يعمل كروسنج فروم بوستيرور تو انتيرور للليفت فيجاس. بعد كده هنعدي على الارش اوف ذا اورتا، ثم على الليفت فنتريكل. خدوا بالكم يا جماعه ان الرايت فرينك اقصر من الليفت فرينك. اشمعنى الرايت فرينك اقصر؟ لان الرايت فرينك الى حد ما ماشي فيرتيكال كورس، ماشي فيرتيكال كورس، والرايت كوبلو اوف ديافرام، والرايت كوبلو اوف ديافرام اعلى من الليفت كوبلو اوف ديافرام، لان احنا عارفين ان هنا يا جماعه الرايت كوبلو اوف ديافرام تحتيها الجبار الرايت توب اوف ليفر رافعها قوي، فما يبقى الدافرام هنا على الناحيه اليمين اعلى، يبقى الفرينك نيرف هيوصل له اقصر شورتر، بينما بتاع الناحيه الشمال الليفت فرينك يا جماعه ماشي الى حد ما كورس كونفكس ناحيه الشمال عشان يمشي على الليفت فنتريكل، بحيث ان هو الناحيه الشمال ده واخد الكونفكستي
بتاعة الهارت اللي هو ناحية الشمال، والليفت كوبلا في دافرام أوطى، يبقى لازم الليفت فرينك أطول والرايت فرينك أقصر. ده يا جماعة بالنسبة للفرينك نيرف في السوركس، ما خدناش برضو السيرفايكال بارت بتاعه، ده بيتاخد في النك. Thank you for good listening and good luck.